عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع نظيره السعودي خالد الفالح. تناول اللقاء سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري، فضلا عن استعراض التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائي. في هذا الإطار أكد الوزيران أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري. أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أجرى جولة تفقدية لمواقع العمل بالخط الأول من مشروع القطار السريع العين السخنة العلمين مرسى مطروح، ذلك في المسافة من العلمين حتى وادي النطرون وبطول 180 كيلومتر. كما تابع الوزير أعمال التشطيبات الخاصة بمحطة النبارية التي تخدم مدينة النبارية والمسافرين منها وإليها، كما تخدم أعمال نقل البضائع التي تنتجها المدينة الزراعية والمصنع بها أيضا، ذلك عن طريق رصيف الشحن الذي يخدم قطارات البضائع. فيما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة يتم تنفيذها على أرض مصر. التقى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي بمدينة العلمين الجديدة ويليام لين نائب الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية للغاز والطاقة منخفضة الكربون والوفد المرافق له. وشهد اللقاء بحث أنشطة الشركة في مصر في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي وخطط العمل الجديدة في ظل استعداداتها لتنفيذ برنامج حفر مكثف في مناطق امتيازها، وذلك في مصر بالبحر المتوسط. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال وفدا من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي لبحث سبل التعاون المشترك. أوضح الوزير أن تطوير الشبكة القومية الموحدة والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة يهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون. شهد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم فعاليات ورشة عمل تحديد أولويات الوزارة من المشروعات والسياسات لتطوير المنظومة المائية تحت عنوان أو تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية. وأشار سويلم إلى ضرورة إعداد قائمة بأولويات الوزارة من المشروعات والدراسات البحثية ودراسات الجدوى التي يمكن التعاون في تنفيذها مع شركاء التنمية والجهات المانحة. فيما لفت الوزير إلى أهمية تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه وتطوير المنشآت المائية والتحول للري الحديث. في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتقديم كافة أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية والعمل على زيادة الإنتاجية للمزارعين بما يسهم في زيادة مدخولاتهم، اجتمع وزراء الزراعة والتموين والتجارة الداخلية، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المشتركة من بينها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين. وأكد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع أهمية العمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل قبل موعد الزراعة، وذلك بوقت كاف.
تفقد وزير الزراعة ومحافظ مطروح سيارة القوافل الطبية البيطرية المتنقلة والأجهزة الحديثة والخدمات التي يتم تقديمها إلى صغار المربيين. وأكد وزير الزراعة أهمية دور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ومساهمته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة. دولته التفقدية للمشروعات الزراعية بمحافظات مصر المختلفة تفقد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القافلة الطبية البيطرية التي تم تنظيمها في منطقة وادي الحريقة شرق مدينة مرسى مطروح. وتفقد وزير الزراعة ومحافظ مطروح خالد شعيب سيارة القوافل الطبية البيطرية المتنقلة والأجهزة الحديثة والخدمات التي يتم تقديمها إلى صغار المربين. وخلال الجولة تم الاستماع إلى جهود الطب البيطري والقوافل البيطرية التي يتم إطلاقها في التجمعات الصحراوية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة. أعتقد أن احنا اهتمامنا واهتمام القيادة السياسية بوجودنا في التجمعات البدوية، بوجودنا في الصحراء، بتقديم أي تعاون وتقديم أي خدمات نقدر نقدمها من خلال الفرق العمل الموجودة من مركز بحوث الصحراء، من الطب البيطري، من الخبراء بتوعنا بتوع وزارة الزراعة. مطروح أساسا يعني بتعتمد على الزراعات المطرية. سيادته برضه إن شاء الله لقاؤه مع مدير إدارة الزراعية ومدير الجمعيات الزراعية وكل العاملين في الزراعة من خلال الجمعية المركزية الزراعية هنا في مطروح إن شاء الله. فده كل إن شاء الله بيجمع طلباتنا، ويمكن معاه الوزير النهارده يمكن صدر لنا شوية حاجات، يعني النهارده صدر لنا حضرته ببعض المحطات اللي هي متنقله او العربات المتنقله للطب البيطري. احنا جاهزين كبنك وعندنا برامج تمويليه وفئات تسليفيه تساعد الناس على شراء هذه الرؤوس، لان السلاله الموجوده في مطروح مش موجوده في اي مكان تاني ومطلوبه في كل انحاء الجمهوريه بل وللتصدير بره. وقام وزير الزراعه ومحافظ مطروح بتوزيع 50,000 شتله زيتون مجانا على 2000 مزارع، وكذلك 120 كبشاً من سلالة البرقي على صغار المربين بمحافظة مطروح للحفاظ على هذه السلالات المحسنة والمتميزة. وزير الزراعة أكد كذلك أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ومساهماته الجادة في النهوض بقطاع الزراعة في مصر من خلال تمويله لعدد من المشروعات التنموية في مجال الزراعة. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات لكنها تتجه نحو الخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي، إذ طغى أثر مؤشرات النمو المخيب للأمال في الطلب العالمي على الوقود على إثر المخاوف من تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية. صعدت العقود الأجل الخام برنت بنحو 0.5% مسجلة 79 دولار 94 سنتا للبرميل، فيما زادت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.6% مسجلة 76 دولار 74 سنتا للبرميل، فيما ارتفعت أيضا أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.35% مسجلة دولارين 32 سنتا للتر. ارتفعت أسعار أيضا الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 1.7% مسجلة دولارين 2.68 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وزارة المالية الصينية اعتزامها إطلاق الدفعة الثالثة من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لهذا العام في 9 أغسطس بقيمة 35 مليار يوان، حوالي 4.9 مليار دولار أمريكي. هذا وسيتم إصدار السندات في بورصة بكين لمدة 50 عاما وبسعر فائدة مطابق لسعر الإصدار السابق للدفعة الثالثة من هذه السندات بنسبة 2.53%. ستكمل هذه الخطوة سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لمدة 50 عاما للبلاد التي تبلغ قيمتها 35 مليار يوان، التي بدأت في يونيو من هذا العام.
وإلى كوريا الجنوبية، حيث أكدت وكالة الإحصاء ارتفاع معدل التضخم في سول خلال شهر يوليو الماضي بنسبة امرأة 2.6% على أساس سنوي، ذلك نتيجة لارتفاع أسعار الفواكه ومنتجات البترول. وأشارت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ 6 أشهر التي يتسارع فيها نمو الأسعار، حيث كانت الزيادة في أسعار المستهلك التي تعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم قد بلغت 4.2% في الشهر السابق. أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة ونقابة الأطباء في إنجلترا التوصل لاتفاق ينص على زيادات كبيرة في الأجور بهدف إنهاء حركة الإضرابات غير المسبوقة التي أثارها ارتفاع التضخم. اتفاق بين الحكومة البريطانية الجديدة ونقابة الأطباء لإنهاء حركة الإضرابات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد. الاتفاق ينص على زيادات كبيرة في أجور الأطباء تتناسب مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، وأدى ارتفاع الأسعار منذ عامين في بريطانيا إلى كثير من النزاعات المجتمعية في المملكة المتحدة والتي لم يتم حل بعضها إلى الآن، فيما كان التشدد مع المضربين هو شعار حكومة المحافظين السابقة. قرر حزب العمال فور توليه السلطة إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة مع عدد من الفئات مثل الأطباء وعمال السكك الحديدية. الجمعية الطبية البريطانية أعلنت أنها تلقت عرضاً من الحكومة يقترح زيادات كبيرة في الرواتب موزعة على سنوات عدة، وهو ما سيؤدي إلى زيادة متوسطة بنسبة 22% للأطباء المبتدئين. المنظمة شددت على أن العرض لا يعوض خسارة الأجور التي تكبدتها على مدى السنوات 15 الماضية، لكنها اعتبرت في الوقت نفسه أنه يشكل خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة إلى هذه المهنة. ورحبت وزيرة المال راشيل ريفز بما اعتبرت أنه عرض عادل وفرصة لبداية جديدة بين الأطباء والحكومة. وبدأ الأطباء المبتدئون الذين يشكلون نصف عدد الأطباء في بريطانيا تقريبا إضرابهم منذ أكثر من عام ونصف العام، وفي يناير الماضي أضربوا عن العمل لمدة 6 أيام متتالية، وهو أطول إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مجددا إلى ريهام وأمير كنافة، إليكم. شكرا لك رجائي.